السلام عليكم طلاب الصف السادس، إن شاء الله اليوم سوف نكمل الوحدة الرابعة الهندسة والدرس الثاني وهو مجموع قياسات زوايا المثلث. مجموع قياسات زوايا المثلث. في الرسم أعلى عندي المثلث الأول والثاني والثالث. نلاحظ هناك ثلاثة أنواع من المثلثات: مثلث قائم الزاوية، ومثلث متساوي الزوايا، ومثلث متساوي الساقين. طبعا استعمل المنقلة لإيجاد قياس الزاوية س بالدرجة. طبعا إحنا عند استخدام المنقلة سوف نجد أن قياس الزاوية س هنا 60 درجة، وهذه الزاوية 35 درجة. هذه الزاوية ركنا مربعا أي قياسه 90 درجة. 90 زائد 30 120، 180 ناقص 120 فالناتج 60 درجة. طبعا نلاحظ عند جمع هذه الزوايا في المثلث الأول 60 زائد 60 زائد 60 فالمجموع 180 درجة. في المثلث الثاني أيضا 110 زائد 70 180 أيضا 180 درجة. في المثلث الثالث 90 زائد 60 150 زائد 30 أيضا 180 درجة. إذا من هنا نستنتج أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. المثال الأول، جد قياس الزاوية المجهولة ب في المثلث الآتي. نلاحظ هناك زاويتين معلومتين لدي 70 و25. كيف يمكنني إيجاد قياس الزاوية ب؟ نلاحظ أن مجموع قياسات المثلث تساوي 180 درجة، فرح أجمع الآن 70 زائد 25 الناتج 90. الآن 180 ناقص 95 لإيجاد الزاوية ب، فالناتج هو 85 درجة. 85 درجة. الآن السؤال الأول موجود صفحة 12، جد قياس الزاوية المجهولة في المثلث المجاور. طبعا هاي قياسها 90 درجة، وبضل عندي الزاوية س هي الزاوية المجهولة يا سادس. إذا نقوم بعملية أن الزاوية 90 زائد 42 زائد س تساوي 180 درجة. الآن راح أجمع 90 زائد 42، 132، 132 زائد الزاوية س، المجموع راح يكون 180 درجة. الآن راح أطرح 180 ناقص 132 درجة. 0 ناقص 2 لا يجوز، بتصير 10 وهذه بتصير 7. 10 ناقص 2 8، و7 ناقص 3 4، و1 ناقص 1 0. إذا الناتج 48 درجة. ما قياس الزاوية الثالثة في مثلث قياس الزاويتين فيه كما يأتي؟ عندي مثلث فيه زاويتين 115 و23، إذا قياس الزاوية الثالثة هو 180 ناقص المجموع. يلا أول شيء راح أجمع 115 زائد 23، 138. 180 ناقص 138 فالناتج 42 درجة. الآن 65 زائد 47 الناتج 112. الآن 180 ناقص 112 فقياس الزاوية الثالثة هو 68 درجة. هيك إحنا يا سادس يكون انتهى درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله رح يكون عندك واجب من تمرين مساعد السؤال الأول. يعطيكم العافية.